السلام عليكم، نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير. انا في لاميزون تاع داسيا، جيت نشوف داسيا دوستر الموديل الجديد ولا الفيس ليفت. انا مع سيونس كوميرسيال اللي غادي يعطي لينا يشرح لينا البرودوي هذا ويعطي لينا معلومات على طريقة تاع باش تشري ولي فاسيليتي اللي كاينين. سي يونس مشرفين، داير معكم سمعتي ماجي سمعتي بزهر جاني. الله يبارك فيك، الحمد لله. كاينين يعني بزاف تاع الناس مهتمين بهذا البرودوي هذا وبغاو يبغاو معلومات عليه، تقدر تفيدنا؟ ما كاينش مشكل. دونك برودوي داسيا دابا راه كاين جديد 2021، خرج عندنا ستيب واي نوفو موديل، داستر نوفو موديل. كنتسناو في الموديل ديال لوغان و سانديرو هما اللي بقاو غيدخل فيهم نوفو موديل، مي فيغ هذيك لا فان اني ان شاء الله. ان شاء الله. مي تقريبا كل الموديل كلهم تبدلوا. دابا عندنا النوفو موديل 2021 ما كاينش فيه المشكل، ولكن بون موتوريزاسيون، دي زيكيبمون مزيانين، سيكوريتي تو. من ناحيه سيونس الناس كتسول بزاف على البري، c'est la suite non tamam bien sûr c'est des prix qui sont à la portée de tout le monde. Donc il a pris une chauffe les prix Duster d'abord les modèles jet à partir de 185 000 dirhams. Donc là aussi des prix fixes les flots le mois d'août, peut-être au mois de septembre est-ce qu'on a des promotions, sûrement est-ce qu'on a des promotions. Parce que c'est des prix, les promotions qui sont les bien. Donc, on va continuer les prix gelés dès le mois de septembre. Inch'Allah, mais généralement, on a une promotion avec des prix bien. Inch'Allah. Les crédits, les crédits. Les crédits, les crédits. Les crédits, les crédits. Les comptants, je suis Zaf. Mais les clients des comptants, mais la plupart, c'est des crédits. Les crédits. Voilà, les crédits, ce qu'on appelle les crédits RCI, crédit Renault, c'est des crédits gratuits, comme ça met en plus voiture coulant, qui fait avec la partie les frais, c'est à 50%, 60%, et le reste, le nombre de mois, 48 mois, 36 mois, 60 mois, c'est le modèle libre ici. Ok, attendez, un crédit gratuit, vous avez fait des frais de dossier pour tous les crédits, vous avez fait des assurances. L'assurance, l'assurance dommage de collision, dommage de risque, c'est pour protéger la voiture parce que c'est en crédit, mais tu peux faire le vol, l'incendie, tout ça. Voilà, donc quand tu fais avec la partie avance, ou avec le reste, le nombre de mois, c'est un petit compte d'affaires, les charges, les frais de dossier, ou l'assurance et tout. كليان كيتهنى كاع كاملين من هذا الشيء. كيتهنى دونك ما كيبقاش حتى لي فري دو ماتريكيلاسيون داخلين حتى هما. تيكونوا عنده لي زونتروتيان في السيرفيس. إلا بغى لونتروتيان هي لا فواتور إلا خداها جديدة راه فيها إن كارونتي ديال 3 ans. دونك كيلكو سوا لي كونديسيون لا فواتور أي بروبليم وقع في لا موتوريزاسيون بالضبط كتكون على حساب لا ميزون. إلا بغى يزيد دي سيرفيس بحال مثلا لونتروتيان هذيك كنزيدوها تاني في الكريدي. دونك يكون عنده كل عام ولا كل 2000 كيلومتر كتكون عنده فيدونج. الا بغى يزيدها في الكريدي كنزيدوها. دونك كيجي كيدوز ديريكتومون بلا ما يحتاج يخلص ولا شي حاجه، تكون ديجا داخل عنده. الثمن واش انيغوسي ولا فيكس؟ لي بري دائما تيكونوا سا ديبون على حسب الموديل، بحال دابا النوفو موديل تيكونوا شويه سيري، مي لي بري توجور كتكون واحد لا مارش دو كتكون اون روميز يعني على بورت تو الموند. مزيان دائما فوالا يعني نديرو ميز، غيكونوا دايرين ميز في هاد الموديلات الجداد ان شاء الله. يعني الا كنتيتا الا كان جا مثلا شي واحد فانكسيونير مثلا ولا جا شي واحد عنده باش يشري البروفيل تاع الشركه، وي واش كاين الفرق؟ كاين الفرق صراحة. الفرق اللي غادي يكون هو مثلا بحال مثلا دوكير. دوكير سي ان فيكول ديستيني ديال الشركة بار لي سوسيتي، كيكون عندهم ليكزونيراسيون كتكون عندهم بلوس دو شونس باش يكون افواغ ان بري بلو اوكو مون شير. بالنسبة لا غوميز كتكون تقريبا سي لا ميم شوز، ما فيهاش زعما كتكون لهم لو ميم بورسونتاج من بوان فونكسيونير بوان سوسيتي. لا سوسيتي كما قلت لك كتكون عندها ديك تيموتيفيوها بزاف ليكزونيراسيون، داكشي فوالا كتكون عندها كيهبط لو بري مزيان. شنو نقول لكم، داسيا تدير أثمنة محفزة للجميع، فدول تيبان لي أنا في السيكتور أوتوموبيل عامة. ودابا راه كاين موديل جديد في ستيب واي في سانديرو اللي غيدخل يمكن السيمانة الجاية،
ودابا راه صورت لكم فيديو على دوستر. ودابا انتما شفتوا مع السي يونس اللي عطى اثمنه اللي قال لنا التفسيرات وقال لنا المهم بعض التفاصيل على الطريقه تاع الشراء. فان شاء الله نكونوا جاوبنا على الاسئله ديالكم. وفي الفيسبوك غادي نديروا لايف ان شاء الله في لاميزون هنايا باش نشوفوا عاوتاني باش نتواصلوا معكم عن قرب ان شاء الله. نزيدكم واحد الاضافه صغيره هو ان بالنسبه للستيب واي راه جا نوفو موديل سي ان تري 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 بون موديل. سي ان موديل كي نقدروا نقولوا بان لا فواتور ستيب واي غادي تولي بحال اون برانسيس يعني نقارنوها بدي دي فواتور دو لوكس. سي دو لوكس دو لوكس مي بون سي دي فواتور اللي كاينين دايرين دابا في المارشي زوينه بزاف فيها دي زوبسيون زوينين فيها دي باك عندك لو شوا كاين لو موديل اسونس موديل ديزل ربما يدخل فيها حتى الموديل اوتوماتيك يا سي 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 دي بيل فواتور افيك دي بيل كولور فوالا ابورتي تو الموند اي بيانتو غادي نبداو نبيعوها ان شاء الله يعني ابارتيغ من هذا المو هذا ديال سبتمبر ان شاء الله. انتم السيونس جاكم من الاخر قال لكم الطوموبيله برانسيس برانسيس ان شاء الله حتى الاثمنه ديالها يكونوا مزيانين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ونشوفوها في الشوارع عند كل شيء الصغير والكبير وجميع الفئات ان شاء الله. السلام عليكم. شكرا بزاف يونس. واللي انتريسي بشي حاجه ولا شي برودوي فيونس راه الاسعار. افيك بليزير افيك بليزير. اه داسي غابا سلامه.